مزيان واحد ياخذ الاحتياطات ديالو، ملي كنشوفو هاد المرض غادي كيزاد ضروري واحد ياخذ الاحتياطات ديالو. مزيان أمورية هاديك مقادين دايرين مسافة الأمان، التعقيم هو كيدخل الواحد، ما الدنيا زعما يعني الحمد لله مرتاحة. دابا حنا في واحد لا كوميسيون اللي فيها مجموعة من المصالح قيادة السي القائد والباشا ديال المنطقة. كان الدور ديالنا هو التحسيس أكثر من أنه الجزر. حنا كنحاولوا نحسسوا الناس بجميع الطرق الوقائية اللي كتوقيهم هما كخدامة ولا كالناس اللي كياكلوا عندهم، من دخل هذا الباب حتى لاشين دو بريباراسيون. هانتوما كيف ما كتشوفوا معنا من الباب كان اكزيجيو انهم يديزانفيكتيو لسبا ديالهم، ديزانفيكسيون ديال لي ما، وكان اكزيجيو حتى على الناس اللي خدامين لي بافيت والفيزيغ ديالهم. كنحاولوا ديما نمشيو بتوعيه، كنوعيوهم على كيفاش ياخذوا لا سوليسيون اللي يخدموا بها، كيفاش يديزانفيكتيو يديهم. هذا هو الدور ديال لا كوميسيون، لان الدور ديالنا ماشي باش نخلعوا عباد الله، حنا هنا باش نوقيو، لان كلشي المغرب دابا ولا كاع العالم في واحد المرحله اللي كيحارب واحد شي حاجه اللي ما كيعرفهاش مزيان. دونك كنديروا داكشي اللي قدرنا عليه والكمال على الله، والله يستر الجميع. دابا كنتواجدوا بتقدم بسميتو بسعاده الباشا، اكومباني بسعاده الباشا والسي القايد واللجنه التابعه للهيجيان والصحه والونصا. كنديروا حمله تحسيسيه لهاد السناك اللي تنديروا تنسونسيبيليزيوهم على الهيجيان، على الهيجيان وكيفاش يحفظوا راسهم من هذا الوباء. عرفنا بلي انهم دايرين الحج، دايرين الحجز الصحي، كيفاش دايرينو لا سونسيبيليزاسيون سور لا سيكوريتي دي سيتويان. دايرين كيفاش يحفظوا راسهم
من هذا الوباء بمعنى الكلمة، وتبارك الله عليهم راهم وصلهم الميساج من جميع من السلطات، واخدين الاحتياطات ديالهم الحمد لله. حنا ماشيين في هذا ونتمنى باش هذا الوباء الحد علينا ان شاء الله. كنشوفوها مزيانة في صالحنا وفي صالح المواطن باش ما يتعادوا داكشي مع داكشي ديال كوفيد 19 وداكشي، هادشي مزيان في صالح ديال مول المحل وفي صالح المواطن. كيراقبوا كلشي بان تكون عندنا المسائل فهمتيني، لوطو ديال لي ترموميتر وديال لو جيل هيدرو الكوليك فهمتيني، ولي زافيشاج فهمتيني، والديزانفيكتون شي اللي كاين. وعلمونا بانهم الدراري اللي لبسوا لي كاسك ديالهم ولي ماسك كنلتزم بها انا، ماشي مشكل اي حاجه في القانون انا مستعد ليها. مزيان كلشي مزيان، كلشي محترم، كلشي كاين يلبس لي ماسك ديالو، كاين داكشي ديال التعقيم في الباب، كلشي مزيان. الاجراءات في صالح المواطن وفي صالح لي بيرسونيل اللي خدامين في اي كافي بالنسبه كتحمي وكتبقى ديما هاد الاجراءات الصحيه خصها تدوم تتحيد عندنا هاد الوباء ان شاء الله، باش حنا كنكونوا محميين ونحاولوا نخرجوا من هاد الوباء ان شاء الله بحول الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.